شوربة السمك من ألد الشوربات اللي يمكن لنا نحضره، ما كنوجدوهاش لأنه ربما تنظنوا أنه خاصنا بزاف الأنواع ديال السمك باش نديروها. غادي نشوفوا اليوم وصفة سهلة وبسيطة، ربما غادي نعطيوها نكهات مغربية غادي تعجبكم. غادي نختاروا فقط خضر حمراء أو اللون ديالها برتقالي باش غادي نوجدوا الشوربة ديال السمك. فعندنا القرعة الحمراء، كاين عندنا خيزو أو الجزر، اللفت الصفر، كاين عندنا ماتيشا والفلفلة حمراء. اختارينا سمك غبار او لا الحوت ديال الميرلون اللي كيمكن لينا نعوضوه باي سمك الهبره ديالو بيضاء. كاين عندنا القمرون، عندنا البصله، باقه ديال النسمه. فغادي نستعملوا شويه ديال القزبر وماء النسترين، شويه ديال الزعتره، الكرفس، وريقات ديال الموسى او لا وريقات الرند او لا وريقات الغار. بالاضافه للبصله فاحنا غادي نستعملوا كذلك الثومه. وباش غادي نعطيو لهاد الشيء كامله هو يا واحد النكهه كيف ما قلنا قبيله مغربيه، فغادي نستعملوا الحمص، وغادي نستعملوا كذلك شويه ديال البابريكا حاره بالاضافه للملح. غادي نحتاجوا لزيت الزيتون والمركز ديال ماتيشا. كنبداو بالبصله، غادي نقطعوها، كنديروا زيت الزيتون، كنسخنوها شي شويه، قيمه 3 ديال المعالق كبار، وكنعملوا البصله مع ماتيشا مقطعين، وغادي نعملو قيمة معلقة كبيرة ديال ماتيشا الحك حتى المعلقة ونص. كنضيفو الباقي ديال الخضرة، القرعة، الفلفلة حمراء، خيزو، وحبة ديال اللفت، وفي الأخير كنديرو القمرون والحوت ديال الميرلون. كنغطيو الكل بالماء، تغطى الخضره. غادي نحتاجو تقريبا لقيمه زوج اترو. غادي نغطيو الطنجره ونخليوها حتى كتغلي، ونوليو نضيفو عليها الحمص. غادي ناخذو الحمص وغادي نديروه في طريف ديال الثوب ديال المطبخ، باش ملي غادي يطيب غادي يبقى مجموع ومفروز. ملي غادي نبغيو نطحنوا الشوربه غادي نزولوه باش يمكن لينا نستعملوه من بعد. كنقبطوه هكا وكنديروه في الطنجره باش يلاه كيطلق داك النشا ديالو ويتشبع بالنكهه ديال السمك وديال الخضار. ملي غادي تغلى الطنجره كنقصوا عليها العافيه وتنخليوها كطيب لمده ساعه تقريبا حتى كيتفك السمك وكيتحل. ملي كطيب الخضره وتيطيب الحوت كنحيدوا الباقه ديال النسمه وكنحيدوا الحمص من داك الطرف ديال الثوب. هنا كتشوفوا معايا ملي كيتفرتت الحوت اولا كيتفرتت السمك، هذا معناه انه الصوبه راه وجدات. غادي ناخذوها وغادي نديروها في الطحانه ديال الضو. غادي ناخذوا الصفايه فاش غادي نصفيو الصوبه، والصوبه كنكونوا طحناها رطبه بزاف وحتى ما كيبقاش فيها داك الشوك ديال الحوت، وكنصبوا الخليط هكذا في الصفايه وغادي نكملوا على هذا الشكل حتى كنساليو الكميه اللي عندنا ديال الخضره وديال الحوت. بعد ما صفينا الشوربه غادي نزيدوا لها شويه ديال المعدنوس مع القزبر مقطعين، كنرجعوها فوق من العافيه بطبيعه الحال باش يلا نسخنوها. كنزيدو المعدنوس مع القزبر، كنزيدو الحمص، وكنتبلو بشويه ديال البابريكا حاره بحسب الذوق، كيمكن لينا ما نستعملوهاش بطبيعه الحال، وكنزيدو الملحه حتى للتالي. فانتوما لاحظتوا معنا اننا ما ملحنا شي الشوربه في الاول. كنحركو هاد المكونات كامله صافي، وتنخليوها حتى كتدفى وتنقدموها بالف صحه وعافيه. الكثافه ديال الشوربه خاصها تكون ناعمه ومتوسطه، تنقدموها يا اما مع الخبز مشوي او لا تنقدموها كيف ما درت انا مع الخبز مشفر، بمعنى كناخذوا قطع ديال الخبز تنغطسوهم في البيض مخفوق مع شويه ديال الثومه والقزبر والمعدنوس وتنقليوهم في الزيت، تنقدموها بصحه والعافيه.